أهلا بكم في تواصل دوت كوم، ونبدأ مع ملف امتحانات الطلبة في العراق، حيث قررت وزارة التربية إجراء الامتحانات يوم السبت القادم الموافق 20 من آذار مارس، أي بعد يومين. الطلاب في العراق مستاؤون من هذا القرار ويتحدثون على منصات التواصل الاجتماعي عن تخبط قرارات وزارة التربية، وآخر هذه القرارات هو إجراء الامتحانات في القاعات الامتحانية وليس إلكترونيا. برروا مطالباتهم بالتأجيل أو إجرائها إلكترونيا بسبب فيروس كورونا. لوح طلبة المدارس في محافظة بابل بمقاطعة الامتحانات النصفية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم بتأجيلها. دعونا نتابع هذا المقطع الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل ربي زدني علما، صدق الله العظيم. نحن طلاب الإعداديات في محافظة بابل نعلن عن رفضنا التام لقرار وزارة التربية الأخير عن موعد الامتحانات رفضا قاطعا، وذلك لأنه جاء بوقت أقل من أسبوع وهذه المدة غير كافية. لذلك نطالب وزارة التربية بتأجيل موعد الامتحانات لفسح المجال أمام الطلبة للإكمال مراجعة المواد الدراسية. فإن لم يتم تأجيل موعد الامتحانات فنحن سنقاطع الامتحانات مقاطعة تامة. طبعا قرار وزارة التربية جاء يعني بسرعة، وتفاجأ الطلبة بهذا القرار ويقولون بأنهم غير مستعدون لإجراء الامتحانات. الموضوع لم يختلف مع طلبة محافظة كربلاء، حيث تظاهر الطلبة أمام مبنى مديرية التربية وسط المحافظة للمطالبة بتأجيل امتحانات نهاية الفصل الأول ونصف السنة. دعونا نتابع هذا المقطع من كربلاء. على منصات التواصل الاجتماعي أطلق الطلاب واسم ثورة القمصان البيض للمطالبة بتأجيل الامتحانات. دعونا نتابع بعضا من التغريدات على منصة تويتر. مصطفى حطاب غرد وقال: احنا قدها والله، نقدر احنا طلاب العراق، صار عندنا تاريخ من اكتوبر وتاريخنا ابيض مثل الزي الخاص بينا، اذا سكتنا على هذا الظلم وما اخذنا حقنا فراح تبقى نقطة سوداء بتاريخنا المشرف. موعدنا باشر حتى اذا ما تأجلت، بس المهم ما نسكت ونخوفهم بصوتنا وبقلمنا. أما علي فقال: لكفى مماطلة واستهانة بالطلاب يا وزارة التربية والتعليم العالي، ثورة القمصان البيض. محمد قال: صوتنا أعلى ونحن أصحاب القرار، غدا موعدنا. زهراء قالت: كفى استخفاف بالطلبة وغدا موعد المد الطلابي. نذهب إلى موضوع آخر ونبقى في العراق، حيث تستمر معضلة الخريجين في العراق وسط إهمال الحكومات المتعاقبة لهذه الشريحة المهمة في المجتمع. كل الدول تعتمد على بناء بلدانها على الخريجين، وخاصة منهم خريجو الهندسة، فمن يستطيع أن يبني الجسور والبنايات والطرق والشوارع وحفر أبار النفط غير المهندسين؟ إلا أنهم مهمشون في العراق، حالهم كحال بقية الخريجين من كافة الاختصاصات، حيث تستمر تظاهرات مهندسي البصرة المطالبة بالتعيين وتوفير الوظائف. دعونا نتابع هذا المقطع من محافظة البصرة. حتى ما تشارك.
الجمهور العراقي على منصة تويتر. أطلق خريجو الهندسة في البصرة اعتصام مهندسي البصرة هذا الوسم الذي انتشر على منصة تويتر. حيدر غرد وقال: باسم الإنسانية نخاطب الضمائر الحية، أبناؤكم من شريحة المهندسين أرهقهم التعب وقلة النوم، أكثر من 9 أشهر اعتصام مهندسي البصرة. أما علي فغرد وقال: أي دولة هذه التي يفترش مهندسيها الطرقات لأجل فرصة عمل؟ لماذا تصرون على تهميش هذه الشريحة بالمهندسين تنهض الأوطان؟ على الخزعلي غرد وقال: من المخجل على الدولة العراقية أن تقف هكذا صامتة وهي ترى شريحة مثقفة من الشباب والبنات وهم يقفون في هذا الحر وتحت أشعة الشمس الحارقة يطالبون بحقوقهم المشروعة. لن نتنازل عن حقوقنا، مستمرون لحين تحقيق المطالب. أما آيات فقالت: تعبنا من الذل والقهر، ليش وقت نبقى بالشوارع نتحمل الإهانة والذل لأجل أبسط حقوقنا؟ اعتصام مهندسي البصرة. نذهب إلى ملف جرحى التظاهرات. تعلمون أعزائي المشاهدين بأنه منذ بداية تظاهرات ثورة تشرين في عام 2019 سقط نحو 800 شهيد وأكثر من 35,000 جريح. ما زالت الإحصائية في ارتفاع خاصة مع استمرار آلة القتل من قبل القوات الحكومية خلال التظاهرات السلمية. حكومة الكاظمي تعهدت مرارا بمعالجة جرحى التظاهرات، لكن ناشطا عراقيا كذب الوعود الحكومية بمعالجة الجرحى. دعونا نتابع هذا المقطع للناشط أبو زين العابدين من محافظة النجف. رئيس الوزراء خل شوية نفتح الكلام وياك بصراحة، على شنو أنت تتكلم بثورة تشرين دائما؟ شنو اللي حصلناه من حضرتك؟ شنو اللي جريح أنتوا ما عالجتوا على حساب الدولة بفلوسنا؟ عم لا خلفت الله عليكم، كافي وعود، صارنا 4-5 شهور وعود، ملينا، كافي وعود وكذب، كافي يسولفوا حقائق للشعب، قلوا له احنا مو بحالكم، احنا ملتهين، هاي الحقيقة يا السيد رئيس الوزراء ويا السيد وزير الصحة المحترم، كافي وعود تواعدونا حتى احنا نروح نبيع بيوتنا سياراتنا. أهلا بكم من جديد. المتظاهر المصاب علي صفاو الذي تعرض للإصابة بقنبلة دخانية في رأسه أدت إلى تهشم جمجمته وإصابته بشلل نصفي. اليوم بعد تخلي الحكومة عن علاجه يناشد الخيرين لمساعدته في إكمال علاجه. دعونا نتابع هذا المقطع. أنا والدة الجريح علي صفاو اللي صوب بالمظاهرات بداية المظاهرات، وصار هاي ثالث عملية يسوون هي، أول بداية سووا عملية شالوا نص جمجمة رأسه، بعدين سووا عملية حطوا له قبق رأس، وثلاث أشهر ورفض جسمه الغالب، يعني المواد اللي هنا ما مالمت يعني رأسه، وهسه يقولون لازم نطلعوه برا، المواد هنا ما تحصل مثل ما بالخارج، وإحنا هسه حايرين. يعني أنا أشهد كل واحد طيب وعنده غيرة وضمير، أي واحد أي وحدة تسمعني
احسبوه ابنكم، احسبوه يعني هذا صدقة جارية عن أولادكم. أريد بس تعالجوا لي يا ما أريد كل شيء. نعم، لم تكتفي الحكومة بما فعلته سابقا، وإنما تسببت بمقتل وإصابة عدد من المتظاهرين في ذي قار أثناء مطالبتهم بإقالة المحافظ ناظم الوائلي. الجريح مهدي جليلي مصاب بطلق ناري أثناء التظاهرة، ويعاني هو الآخر من الإهمال، حاله كحال بقية رفاقه الجرحى. دعونا نتابع هذا المقطع من الناصرية. اليوم في زيارة أخونا مهدي أحد المتظاهرين الذين أصيبوا في المظاهرات الناصرية من أجل الإطاحة بحكومة الفاسدين السابقة، والحمد لله تمت، لكن بدماء كثيرة، كثير من الشهداء والجرحى. اليوم عتبنا كل العتب على الحكومة المحلية والمركزية، أنه ماكو تواصل وإعواء للجرحى، ماكو أي قسم خاص لهم. مهدي أصابة مالته مثل ما جاي يشوفون طبعا، واغلب الحالات اللي هي مصابه اغلبهم مثل حاله مهدي. اليوم مهدي اكو عنده ضربه داخل الحوض، واغلب المصابين من عوائله المتعففه جدا، يكون قوت يومهم، يعني العلاجات يحتاج دائما الرعايه الخاصه، رعايه صحيه، الغذاء زين. اذا هي ماكو اي قسم للجرحى، يعني تروح للمستشفى هسه مجرد سووا له عمليه وقال له الله يكفي ماله بعد ما انضرب. ملف انساني يستحق المتابعه من قبل المواطنين، لان الناس يعني عجزت عن مناشده الحكومه. طبعا من تفاعل الجمهور العراقي على منصه فيسبوك نقرا حول هذا الموضوع. سيف يقول الله يشافي، يجب ان تخصص اموال التي تصل الى المحافظ للجرحى او للمحافظه. ادريس سالم قال عمي نطالب بمحاسبه قتله المتظاهرين، ونطالب بمحاسبه القيادات الامنيه. اما جوليت فقط الله ينتقم من كل اللي بالسلطه، شنو ذنبهم؟ دمروا حياتهم وما يساعدوهم بالعلاج والسفر. نهله قالت نسخه الى حكومه اللصوص والقتله لعلهم يخجلون. نعم، نذهب الى محافظه كربلاء، مدينه تدر المليارات شهريا، حالها كحال بقية المحافظات العراقية، ومنها إيرادات الجباية المستحصلة من سائقي الشاحنات. التساؤل، أين تذهب هذه الإيرادات؟ سؤال طرحه مواطن عراقي وهو يصور بعض الشاحنات التي تدفع الجباية إلى إدارة محافظة كربلاء وسط تهالك الشوارع والطرق. دعونا نتابع هذا المقطع. شوفوا هاي عدد اللوريات اللي موجودة، كل لوري 25,000 دينار. الله يساعدك، ايش قد تطلون بالسيطرة من تعبر فلوس؟ تقطع وصل لو ما تقطع؟ ايش قد الوصل؟ 6-15-30. السكس ايش قد؟ 15. السكس 15، تخاف ما يطلع وجهك، بس احكي لي السكس ايش قد؟ 15,000. والمقطورة 30. يوميا كم مقطورة تفوت منها؟ اكثر من 6 مليون مرة. يعني ايش قد اعدادها؟ والله وايد، يعني 100-200 أكثر. ألف ألف زين. هذا يوميا كم ازدحام؟ أبد ما ينقطع الازدحام. أنت تعطي 15 أو 30؟ 15. سكس 15 في ماله. يعني سمعتوا، يعني خير من الله، هاي الفلوس والكرف وين يروح ما حد ما يدري، أو للحكومة المحلية. زين، إحنا نريد نسأل ونستفسر كأهالي كربلاء، هاي الأموال وين دا تروح وشون تقسم؟ هسه يطلع لك واحد يقول لك يابا الحكومة المحلية دا تبلط وتبليط. زين، أنا أسأل يعني الموضوع بس تبليط؟ زين، هاي الفلوس ما تسألون عليها وين تروح؟ لو هاي عادي. زين، نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي حول هذا الموضوع. سيد ناصر قال أحب أضيف معلومة، كل شخص عنده معاملة بمرور كربلاء يقص الوصل ب30,000 بعنوان طرق وجسور، وطرق كربلاء تعبانة، ومثل ما شاهدناه في المقطع. أبو محمد يقول عيونك كل الإيرادات تروح لإيران، وخاصة مال الأماكن المقدسة. أما رجب فقال لو كان أكو قانون ما كان يصير فساد، وكل واحد يبوق بكيفه، ماكو محاسبة البلد تايه، ولذلك ما راح نتقدم خطوة واحدة. أما حسن فقال ما عاب حلقك عصابات تتقاسم بيناتهم. نذهب الآن إلى أنت ترى.
نحن أهالي محافظة بابل الساكنين على الطريق الرابط بين بغداد وبابل في منطقة السد الهندية، قبل 8 سنوات صار مشروع للسكك الحديدية الذي يربط كربلاء ببغداد للزيارات الدينية إلى كربلاء، فقاموا بإنشاء تحويلة وغلق سايد وترك سايد آخر، مما أدى إلى كثرة الحوادث المرورية وحدوث عدد من حالات الوفاة، وأصبحت هذه سكة الموت بالنسبة لنا. وعند مراجعتنا للبلدية في المنطقة طلبنا منهم أن يضعوا لنا مطبات لتقليل سرعة السيارات التي سببت هذه الحوادث، قالوا لنا بأن الشارع لم يتم تسليمه من الشركة، فنرجو منكم إيصال صوتنا إلى الجهات المعنية لأن لهذا اليوم الحوادث المرورية مستمرة. هذه الرسالة وهذا المقطع وصلنا عبر خدمة أنت ترى التي توفرها قناة الرافدين، فلنتابع. من 2013 ولا حد الآن أكو تحويلة لمدة 8 سنوات. هسه مثلاً واحد تاير طاق يحطون تحويلة مؤقتة، جسر صغير دي يسووه، يعني هذا جسر هذا شارع سووا سكة، هاي السكة القشرة صارت سكة الموت. تعرف هاي السكة خلوها على مود زوار الأربعين بالزيارات الزيارات اللي تصير، هذا سكة على مود تخلص الزوار. هسه الناس سووا سكة ناب الحوادث هنا تكومت حوادث يومية، حادث جايبين شارع مخنوق، وهذا الشارع ما أعرف بفساد. 3 محافظين جوا على هاي المحافظة مال بابل، يا اللي يجي وعد يقول هاي السكة راح نسويها كلها متكلف 5 ملايين 6 ملايين، يقولوا راح نصرف لها 50 مليون 60 مليون وكلها كذب. والله هاي التحويلة سووها بين السدة والاسكندرية والمسيب، هسه سموها سكة الموت لأن سووها سايد واحد، ماكو تحويلة 8 سنوات. احنا ندري التحويلة شهر شهرين يكمل المشروع ويرجع ينظمها، شو هسه صارت 8 سنوات ما حد يعرف شنو السالفة، غلسوا عليها ما نعرف العالم. يعني هاي شوف هسه باو هاي صورنا هاي شوف آليات بالشارع واقفة وما حد يعرف شنو السالفة، جابوا وذبوا تراب هنا شوية قالوا راح نسوي طلع كله كذي بعد على اساس ماخذيها من الدوله ما حد يعرف. نذهب الى الهاشتاج. قانون المحكمه مرفوض، ناشطون ومتظاهرون عراقيون ومغردون يرفضون قانون المحكمه الاتحاديه الذي يجيز ادخال فقهاء الفقه الاسلامي ضمن عضويه المحكمه، معتبرين بان بنود القانون يهدد السلم المجتمعي في البلاد ويرسخ مفهوم المحاصصه الطائفيه. دعونا نتابع بعض من التغريدات تحت هذا الوسم. هاشم حمزه غرد وقال: نحن مؤمنون بالاسلام ولكن لا نثق بكم، فانتم منذ 18 سنة تستخدمون الدين للتسلط على رقاب الشعب. الاسلام السياسي لا يموت للاسلام بصله، بل ربما لا يموت للانسانيه بصله. عمائم السياسه عباره عن مجموعه من انتهازيين يتاجرون بالله وتنزيله. حسنين قال: أعظم مآسي العراق بعد 2003 تسببت بها الحوزة، وآخرها تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا. أما عبد الرزاق فقال: الطبقة السياسية تستغل الفوضى العامة للبلد بإدراج قوانين لمصالحهم. إيمان غررت وقالت: القانون مرفوض من قبل كل الشعب، من أجل ماذا سوف تطبقوه إذا كان مرفوض من كل فئات وطوائف وطبقات الشعب؟ قانون المحكمة مرفوض. نذهب إلى القصص المنوعة. أزمة جديدة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بعد وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه قاتل خلال لقاء تلفزيوني. بقية القصة مع تقرير لموقع مجلة ميم. So you know Vladimir Putin, you think he's a killer? I do.
Russians have intervened or attempted to intervene in elections for many years. I mean, long before 2016. And we certainly are very eyes wide open about that and fully aware of that. But we are, they're going to pay a price, as the president conveyed last night. We are not going to look the other way, as we saw a bit over the last 4 years. And we will continue to press them on their actions. وبهذا التقرير نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.